بكم في حلقة جديدة من برنامج من هناك، وفيه وفي كل حلقة نعرض باقة من تقارير مراسلين الخاصة من أصقاع كثيرة وفي شتى المجالات. يعاني الصم والبكم في مختلف دول العالم من مشاكل في الاندماج في مجتمعاتهم، ولتحقيق هذه الغاية تعمل جهات مختصة على تأمين الوسائل التكنولوجية المساعدة، فضلاً عن توفير خدمات أخرى تتراوح بين البرامج الدراسية وصولاً إلى التطبيقات الذكية. مراسلنا في القاهرة تابع الجهود المبذولة من قبل جهات رسمية وأهلية لتيسير حياة ضعاف السمع والكلام في التقرير التالي. عبد الحميد محمد طالب في السنة النهائية في كلية الآداب جامعة القاهرة، هو واحد ممن أتاح لهم التطور التكنولوجي المستمر في مجال الاتصالات قدرات إضافية تعينهم في تجاوز التبعات المتعددة للإعاقة البصرية، وأسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت الذي كان يستهلك في التحصيل العلمي وأداء الامتحانات، فضلا عن أن ذلك أزال كثيرا من العقبات التي كانت تقف حائلا في سبيل الاندماج في المجتمع. البرنامج ده برنامج إبصار في نظامين، يعني تو مود. المود الأول اللي هو بتاع البيجنر المبتدئين، بيقدروا يتعلموا فيه الكتابة، بيحفظوا شكل الكيبوردز كلها اللي هو لوحة المفاتيح بتاعتنا، لأن اللي حضرتك طبعا عارف أن اللوحة بتبقى مكتوب عليها الحروف، والبلاينز نفسه ما بيبقاش يعني ما بيبقوش قادرين أن هم يعرفوا لوحة المفاتيح، فبيتعلموا الأول عليها أماكن الحروف فين بالظبط. والجزئية الثانية والمود الثاني اللي هو مود 2، ان هو بقى بيبدأ يقدر يتمكن بالناطق كويس، ان هو يقدر يستخدم التولز اللي موجودة داخل أجهزة الكمبيوترات والحاجات اللي بتسهله يعني التواصل في خلال المذاكرة. المشكلة في برنامج أبصار وبرامج عموما هي يعني هي المشكلة دي تكنولوجية شوية، ان هي ما بتقدرش تبقى accessibility بالصور يعني بالفوتو، ودي طبعا مشكلة متوفرة في يعني موجودة في كل البرامج. يعني بنتمنى طبعا والبلاينز كلهم بيتمنوا ان تقدر يبقى فيه على الاقل وصف ولو بشكل كبير شوية للصور. احنا الاول مرة كلية الادب تسعى للبحث عن اجهزة تابلتس لخدمة هذه الفئة، وبالذات اللي هم كمان مش بس ضعاف او ذوي همم، ولكن حالة الاقتصادية عندهم متدنية. انت دلوقتي في فترة اونلاين ايديوكيشن، انت بتتعامل عن بعد ومن خلال وسائط الكترونية. تخيل حضرتك واحد لا قادر يجيب جهاز ولا عنده موبايل، طب ده يتعلم ازاي؟ فبالفعل بدأنا وحنوفر 400 جهاز، احنا عندنا في حدود 350 طالب من ذوي الحالات الخاصة على مستوى الاربع سنين، لان زي ما حضرتك عارف العملية التعليمية قد تمتد بطريقة الاونلاين او التعليم على الخط المباشر، او احيانا يطلق عليها الهجين ما بين التعليم وجها لوجه والتعليم الالكتروني، ففي كل الاحوال لازم تساعد الطالب. فاحنا بالفعل تحركنا خطوة الى الامام في هذا الاتجاه. استخدام التطبيقات والوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على ذوي الهمم يتزاد في مصر يوما بعد يوم، بهدف تحقيق الافادة لمختلف فئات ذوي الاعاقة من ناحية، ولمعاونتهم على الاندماج بشكل أكبر داخل المجتمع من ناحية أخرى. ومع تعليق الدراسة في الجامعات المصرية تلافيا لخطر فيروس كورونا، واعتماد التعليم عن بعد نمطا لتلقي الدروس وإجراء الامتحانات، سجلت بعض الكليات الجامعية المواد الدراسية مصحوبة بترجمة بلغة الإشارة لضعاف السمع لمعاونتهم على استذكار دروسهم وأداء الامتحانات دون عقبات. أنا أدرس سنة ثالثة كلية فنية، لدي أربع مواد وهي علم النفس والتكنولوجيا والكمبيوتر وتاريخ الفن فضلاً عن الفوتوشوب. بالنسبة للعمل لدي تصميم ونحت، حتى بدون مترجم هناك أشياء أفهمها بدون لغة الإشارة، لكن هناك أشياء لا أفهمها وأرسلها للمترجم عبر تطبيقات عن طريق الهاتف مثلاً لأفهم ما يقال. الطلبة عامة من ساعة ما دخلوا الكلية في 2014-2015 وإحنا دلوقتي خرجنا السنة اللي فاتت أول دفعة بكالوريوس من الطلاب الصم وضعاف السمع،
الطلبة مع التدريج ومع الشغل ابتدت ان هي تتجاوب. كانت في الاول اول سنتين كانوا صعبين جدا، لان طبعا معروف ان الاولاد اللي هم الصم وضعاف السمع بيبقى نرفز شويه، التعامل معاه مش سهل، ممكن يشبك مع اي طالب. فابتدينا يعني احتضننا الموضوع ده جامد بجميع كل طلباتهم، كنا بنحاول ننفذها لهم بنسبه يعني 90-95%، لحد ما ابتدوا هم يندمجوا جوه المجال الجامعي. السنوات الماضيه شهدت اهتماما لافتا من الدوله المصريه بذوي الهمم بكافة فئاتهم، وشهد عام 2018 إقرار قانون جديد لذوي الإعاقة بدلا عن قانون تأهيل المعاقين الذي صدر منتصف سبعينيات القرن الماضي وكان لا يرتب حقوقا واضحة لهذه الفئة. القانون الجديد نص على مواد ملزمة للأجهزة العامة والخاصة بأداء حقوق ذوي الإعاقة كافة، ومنها الحقوق الصحية والسياسية والحق في العمل والحق في التأهيل والتدريب. وتضمن القانون سبلا توفر الحماية القانونية والجنائية لهؤلاء الأشخاص، كما خصص القانون بابا للحق في التعليم. وفي إطار موازن أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركزا تقنيا لخدمة ذوي الإعاقة يضم العديد من الخبراء في تصميم البرامج التكنولوجية، ومن بينها برنامج أطلق عليه اسم واصل لتيسير اتصال ضعاف السمع بمرافق الطوارئ كالإسعاف والإطفاء وشرطة النجدة عبر التواصل المرئي مع مجموعة من دارسي لغة الإشارة. خلينا نقول ان المركز دي المرحلة الاولى منه تمت زي ما قلت لحضرتك مع خدمات الطوارئ. احنا لسه بنستهدف المرحلة الثانية ان شاء الله، هيبقى بنستهدف ان احنا بنقدم لهم خدمات اكبر في الفترة اللي جاية، زي مثلا ان هم خدمات الكهرباء، التعاون مع البنوك، التعاون مع المستشفيات، اقسام البوليس. هنحاول ان احنا في الفترة اللي جاية نوسع كمان من دائرة الخدمات المقدمة ليهم، بحيث ان احنا نضمن الاستقلالية ليهم ان هم يقدروا يتعاملوا مع كافة الجهات بنفسهم من غير الحاجة انه دايما يكون معاهم مترجم اشارة هو اللي يقدر يوصلهم بهذه الجهات. وان شاء الله ده غير مجموعه تانية من الانشطه اللي الوزاره بتقدمها اوريدي لدمج الاشخاص ذوي الاعاقه. في برضو مبادره رئاسيه الخاصه باطلاق الاكاديميه الوطنيه لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذوي الاعاقه، التكنولوجيات المساعده اللي بتطلع بها الوزاره لخدمتهم، كل ده في اطار استراتيجيه الوزاره لدمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع المصري. واصل تطبيق مفيد جدا ويساعدنا، لو لم يكن هذا التطبيق متوفراً لواجه أغلب الصم مشاكل كبيرة لعدم وجود مساعدة. وتستمر جهود خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد مجموعات إضافية من البرامج الخدمية لذوي الهمم بعد أن أجريت عليها العديد من التجارب والإضافات. في تكنولوجيات مساعدة اللي احنا بنستخدمها مع كافة الاعاقات، كل حسب اعاقته، ودي احنا بنعمل مسابقة اسمها مسابقة تمكين، دي بتطلع حوالي لحد دلوقتي 300 تطبيق من التكنولوجيات المساعدة اللي بتساعد ذوي الاعاقات المختلفة، ودي تم اطلاقها من 2012 ومستمرة بتتم بشكل سنوي. في الخدمات المختلفة احنا بنحاول كل نوع من انواع الاعاقة ان احنا نوجه له الخدمة اللي تتناسب مع اعاقته. الاكاديمية حتى لما بنيجي بنعمل برامج التدريبية بنعمل برامج التدريبية اللي كل نوع من أنواع الإعاقة. الرئيس المصري أصدر كذلك قرارا باعتبار عام 2018 عاما لذوي الإعاقة. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.